نهار اثنين شقنا من النعاس، فطرنا بدا الدري طارد الزبل البركاسة، بقى كيلعب ما جاش وتعطل تا لواحد مدة عاد بجا وجاب السطل وجا حطه وخرج يلعب. واحد نص ساعة عاد بجات المرا، شدت ليه من دراعو تما تغادى بيه. مبقاش كنتغانت جارة انا وياها حتى طلقت الدري، كنقولها طلقي الدري، قالت لي بغيتو يمشي معايا وريني البسطام، طاح ليا فيه مليون. هنا الجيران كل واحد واش قالت لي، الحوانات الحلاقة كل شي في راسو، بين ما مرا طاح لها بسطام فيه مليون ولا كارت، وكتسول غير على لا كارت. هي هذيك قالوا لي ولدك شهادفك، جيب دي الفلوس ديال المراه. كنقول لهم انا البسطام ما عنديش في الدار وما عنديش البسطام، ما علينا. قالوا لي غنعطيك جوج كلمات، يا تجيب دي الفلوس من المخدره وراني انا ولدك فين كاينه، يا نمشيو، يا تجيب دي البسطام، يا تجيب دي الفلوس من المخدره وراها لينا ولدك، هي نمشيو حنا نجبدوها بيدينا. قلت لهم واخا الفلوس كاينه ولكن البسطام ما شتوش وما عنديش وما جابوش ليا ولدي. جابوني للدار، طلعت فوق البوطاجي جبت الفلوس، رجعت للكوميساريه، المراه كاينه في الكوميساريه، شدوا الفلوس من عندي عطاوها للمراه. جيت بحالي قلت لهم الكلمه اللي غنقول لهم، قلت لهم انا غنقولها للجمعيه وما غنخلي نقولها للشيف ديفي، راه ما غنسكتش على حقي. مشيت درت شكايه، شد منها الوكيل جوج، عطاني وحده قال لي ديها للبوليس. وهاد المره راه ما كنعرفوهاش، وحاليا راه مرات تاعي باطله، راه نعس في السبيطار راه بسبب هادشي. وكنطلب من الصحافه وكل شيء يوقفوا معايا، راه لا طرا ليا شي حاجه راه بسبب هاد المشكل.